أنا اسمي عمري 21، عايش في غزة، بس أعلنوا إنه يوم الأربعاء راح يكون إعلان نقل السفارة على القدس، وكنت تحت الصدمة، مش عم بستوعب، يعني مش كتير كنت عم تصدق الإشي، مش عادل بالمرة فوق ما إحنا عايشين باحتلال وبحصار، بالآخر يجي حدا ما إله أصلاً علاقة بكل هذا الصراع يعطي القدس هدية للإسرائيليين، كأنه بيعلن إنه الأوكيوبيشن إشي ليجل وهو الليجل، يعني فاهم كيف؟ إنه أنت عم بتستنى حد ينصفك، ولا بتلاقي كل العالم عم يتآمر عليك وعم يعزز، إنه بتحس إنه الموازين كلها مقلوبة. فهذا بذكرنا كثير أيام وعد بلفور، حدا مش إله فلسطين رح أعطاها هدية لناس تانيين. كل مكان طلعت مظاهرات، كل الفصائل، حتى الناس اللي ما بتنتمي لأي فصيل. كثير المشهد بذكرنا بالانتفاضة الأولى والثانية، يعني غضب الناس بالشوارع زي بالانتفاضتين اللي مروا. هلأ وصلت الشهداء أعتقد 3 لـ 4، وكان في قصف ليلة الجمعة. كنت قاعدة في البيت عم بشتغل مشروع للجامعة، ففجأة في قصف، في شهداء، في إسعافات رايحة جاي، في جرحى. خفنا، يعني خفنا يصير في حرب، يعني ما نفسي أرجع أعيش مشاعر الخوف، مشاعر القلق 24/7، إنه ممكن أنا أي لحظة بيتنا ينقصف. صديقتي أهلها من القدس وأجدادها من القدس عم بتقولي إنه ستها كانت عايشة وجيرانهم يهود، فهي مسلمة وجارها يهودي، فلما نحكي إنه هاي عاصمة فلسطين ما بيمنع إنها تضلها هي قبلة الديانات الثلاث. نحن بنرفض الاحتلال اللي بده ياخدها عاصمة لدولة اغتصاب، لدولة مستوطنات، لدولة حروب، وبدها تمنع الفلسطينيين انهم يفوتوا. فهون هي الفكرة.